كيك مالح بالجبنة والزعتر وعلى وجهه صوص بتلبقله، وصفة شوي غريبة وجديدة بس صدقوني طعمتها رائعة. تعالوا نحضرها سوا الليلة. بيجا تنضيف، رح نبتدي ونكسر اول شيء 4 حبات من البيض، وبنرجع منضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخل الابيض، بنخلطهم سوا على السريع شوي، وبنرجع منضيف عليهم 3/4 كوب من الزيت، يفضل تستخدموا زيت زيتون بيطلع لكم طعم اطيب، وبنرجع منضيف كوب من الحليب وبنخلطهم. على هالمواد السائلة اللي حضرناهم رح ننخل 2.5 كوب من الطحين الابيض، بنرجع نضيف 2 ملاعق صغار من البيكنج باودر وملعقة صغيرة من البيكنج صودا، ومثل العادة اللي ما عنده بيكنج صودا بقدر يحط كل كمية بيكنج باودر، وبنرجع منحط رشة من الملح، بننخلهم فوق السوائل، وبعدين بنرجع نخلطهم سوا كتير منيح حتى نحصل على خليط متجانس. ولهيدي الوصفة أكيد فيكن تستخدموا المضرب اليدوي ومش ضروري تستخدموا المضرب الكهربائي. من بعد ما حصلنا على خليط ناعم رح نرجع نضيف 2 ملاعق كبار من الزعتر، ملعقة كبيرة من الأوريجانو أو الزعتر البري، وملعقة كبيرة من حبة البركة أو الحبة السوداء، وبتقدروا تزيدوا أي أنواع بهارات أو أعشاب أنتوا بتحبوها. طبعا ما فينا ننسى الجبنة، رح نعوز تقريبا بين 1.5 لـ 2 كوب من الجبنة. أنا عم بستعمل الحلوم والمشللة، بس أنتوا كمان فيكن تستخدموا أي نوع جبنة أنتوا بتحبوه. منقلب الخليط مع بعضه كتير منيح، وبنرجع منصبه بصينيين للفرن أو بقالب الجاتو يلي أوريدي دهنينه بشوي من الزيت أو بالبيكنج سبراي، ورجعت زينتله وجهه بشوي من قطع الحلوم على الوجه وكم ورقة من الروزماري أو إكليل الجبل. أقلب هالجاتو المالح رح يفوت على الفرن اللي محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت بس، ورح نخبزه لمدة 30 دقيقة ونرجع ننزل الحرارة 150 ونخليه يكمل لمدة 50 دقيقة أو ساعة. منشيله من الفرن وبيطلع لونه ذهبي، وياريت فيني أوصف لكم ريحة المطبخ وريحة البيت قديش كانت حلوة أنا وعم بخبزه. منخليه بقلب القالب يبرد لمدة 10 دقايق وبنرجع منقلبه، ومنقدمه وهو بعده فاتر شوي. شوفوا قلبه ما أجمله، كيف رافخ وكيف مستوي، وهالجبنة ما أحلاها. وهيك كيك مالح بده أكيد على وجهه صوص، واللي هي شوي من البلسمك وزيت الزيتون والثوم ورشة ملح. صح انها فكرة غريبة بس عن جد كتير طيبة. خبروني مين منكم ناوي يجربها، والف صحة وعافية.